زيد بن علي زين العابدين بن الحسين أحد أفراد الرجال ومشاهير الأبطال وأئمة الهدى من أهل البيت رضي الله عنهم أجمعين. ومن القراء زيد بن علي ومن قراءته يقول للشمس والشمس تجري لا مستقر لها. الله دي قراءة؟ قراءة زيد بن علي. صحيح سيدي الفيومي صح معايا العين. ترى الحال عنده قوي ساعدني حل محل رفعة الرفاعي انت اليوم الله جابك اليوم محل رفعة الرفاعي فسد لاغم معاه. الشمس تجري لا مستقر لها المعنى يعني دايما ما بتقفش. الله اي والله معلومه جديده اللي هي ولذلك منها رب المشرق والمغرب رب المشرقين ورب المغربين رب المشارق والمغارب لانها تدور في هذا الفلك. من اعظم كراماتي هذا من اجدادنا انه لما صلب كشفوا عن عورته فنسج العنكبوت عليها فسترها. منو صلبه مولانا زيد؟ ها سيد الفيومي صح. شكرا قدس الله سلم الفاتحه. السلام.